في إطار الجهود المستمرة لدعم خطط التنمية العمرانية وتنظيم الفعاليات الدولية، قام وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربيني بجولة ميدانية لمقر انعقاد المنتدى الحضري العالمي بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس لتفقد الاستعدادات النهائية وتجهيزات الموقع قبيل انطلاق الحدث. النهاردة في يعني المنارة الحقيقة بنقف على آخر الاستعدادات والجاهزية لاستضافة المؤتمر الكبير المنتدى الحضري العالمي بنسخته الـ 12 الحقيقة، اللي احنا بنشرف طبعا يعني الدولة المصرية تشرف الحقيقة باستضافته في أي أرض القاهرة العاصمة طبعا التاريخية للدولة المصرية. والحقيقة يمكن النهاردة تابعنا موقف الجاهزية من ناحية الاستعداد فيما يخص التسجيل، وإحنا وصل عدد المسجلين دلوقتي حوالي 28 ألف مسجل، وده الحقيقة إقبال كبير جدا، بالإضافة لتأكيد عدد كبير جدا من الشخصيات الهامة من الرؤساء ورؤساء مجالس الوزراء، وحوالي عدد 75 وزير هيبقى حاضر معانا المنتدى إن شاء الله. في إقبال الحقيقة كبير جدا، يمكن بالمقارنة بالنسخ السابقة من هذا المؤتمر الحقيقة إحنا يعني الحمد لله رب العالمين في إقبال يعني غير مسبوق حاصل المرة دي في النسخة 12 اللي إحنا بنشرف طبعا أو بتشرف الدولة المصرية باستضافتها. وأثناء جولته قام الوزير بتفقد العديد من المنشآت والقاعات التي سيتم استخدامها لاستقبال الوفود المشاركة، والتي تشمل قاعات المؤتمرات والمعارض والمرافق الداعمة، واطلع الوزير على تفاصيل الاستعدادات التقنية واللوجستية. الحقيقة يمكن النهاردة خدنا كده يعني جولة مع حركة ومسار كل المترددين على المنتدى اعتبارا من الدخول وتأكيد التسجيل، وتابعنا كل الجاهزية الحقيقة بالكامل، أيضا القاعة الرئيسية الأرينا اللي خاصة بحفل الافتتاح وحفل الختام وجاهزيتها الحمد لله رب العالمين. ودلوقتي احنا يمكن مع حضراتكم النهاردة في الجناح تحديدا المصري، احنا بنتكلم على اكسبو المعرض اللي يعني يمكن بمساحة الحقيقة حوالي 40 ألف، واحنا بنتكلم على المعرض المصري اللي على مساحة حوالي 1500 متر تقريبا، واللي احنا بننتهز الحقيقة الفرصة بان احنا نعرض كل المشروعات الكبيرة اللي حصلت على مدار العشر سنوات السابقة الحقيقة، والمشروعات اللي احنا مكملين فيها وجاري العمل فيها، وايضا المستهدفة خلال الفترة القادمة. حقيقة انجازات كبيرة جدا في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حصلت على ارض الدولة المصرية خلال عشر سنوات السابقة، وبيجي الحقيقة يعني استضافة مصر لهذا الحدث الكبير اللي بيجي في المرتبة الثانية زي ما سبق قبل كده وقلنا على اجندة اليو ان تحديدا بعد مؤتمر الكوب. ويعد المنتدى الحضري العالمي أحد أهم الفعاليات العالمية التي تستعرض قضايا التنمية المستدامة وتجمع بين الخبراء والمختصين من مختلف المجالات. طارق أحمد، CBC.